دايما بنقول ان العراق ولاده، زي ما بنقول برضو ان مصر ولاده، ودايما الابداع مستمر في ارض النهرين وفي وادي النيل. ومن العراق سمعنا صوت الحقيقه جميل جدا النهارده، هنتعرف عليها ونعرف تفاصيل اكتر عن مشاركتها في المؤتمر. اتعرف عليكي. مريم رياض كاظم. اهلا بيك. انت تقربي لكاظم السار؟ لا. اهلا بيك يا مريم، وقولي لي بقى النهارده ازاي شاركتي في مؤتمر الرياده؟ هو انا جايه تبع فريق معن هنكمل المشوار، وجيت بقى اغني واعرض موهبتي. بس انت مبسوطه ان انت بتمثلي العراق ومصر النهارده في المؤتمر؟ اكيد طبعا اكيد. عايزين نقول ان بابا مريم عراقي ومامتها مصريه، مش كده؟ صح. طيب غنيتي ايه النهارده بقى يا مريم؟ وانا غنيت الوطن الاكبر، وغنيت مصر يا ام الدنيا. بس طب نسمع الوطن الاكبر كده حته صغيره. وطني يا ثورة على استعمرهم، املى جزيرك نار دمرهم، لو نستشهد كلنا فيه صخر جبلنا رح يحاربهم، لو نستشهد كلنا فيه صخر جبلنا رح يحاربهم، اللي استمر على ايدنا نهايته رحمة الدنيا زمان ووقته، اللي استمر على ايدنا نهايته رحمة الدنيا زمان ووقته، لا في جزائر ولا في عمان تهدى الثورة على الطغيان إلا بنصر الشعب العربي. الله، انت عملتي جامعة دول عربية النهاردة يا مريم، يعني جمعتي ما بين مصر والعراق والجزائر كمان في الوطن الأكبر، مش كده؟ والوطن الأكبر هو كل أوطان العرب، كل الأوطان العربية.